اللهم فرح قلوبنا وأنر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن ويا خالق الإنسان عالم السر والإعلان، بارك لنا اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران. اللهم وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأسكننا اللهم الجنان، وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله، وتوفنا مع الأبرار يا الله. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين، بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا، وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه من اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله. اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي، اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام. اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته،
اللهم وزين أوقاتنا بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغله لنتقرب فيه إليك. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال. اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله، مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغلها لنتقرب فيه إليك. يا الله ارحم أرواحا كانت تنتظر معنا رمضان، يا حي يا قيوم
اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضة للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت البلاء، أذقنا نسمات رمضان ونحن بأفضل حال. اللهم اجعله يأتي ومساجدنا عامرة مليئة بالمصلين، مطمئنين آمنين، يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا لقدومه وتقديرا لفضله. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة، واصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، وقنا شر الداء بلطفك. اللهم إنا استودعناك أنفسنا وأهلينا وأحبتنا والمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا الله، ونحن على مشارف قدوم رمضان. ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه، اللهم فرح قلوبنا وأنر دروبنا، وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، يا كريم يا الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن ويا خالق الإنسان عالم السر والإعلان، بارك لنا اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران. اللهم وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأسكننا اللهم الجنان، وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله، وتوفنا مع الأبرار يا الله. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين
واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه من اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله. اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي. اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام. اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. اللهم وزين أوقاتنا بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا واجعله يا رب فرصة نستغله لنتقرب فيه إليك. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك
وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال. اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله، مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغلها لنتقرب فيه إليك يا الله. ارحم أرواحا كانت تنتظر معنا رمضان يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضة للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت البلاء، أذقنا نسمات رمضان ونحن بأفضل حال. اللهم اجعله يأتي ومساجدنا عامرة مليئة بالمصلين، مطمئنين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا لقدومه وتقديرا لفضله. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة، واصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، وقنا شر الداء بلطفك. اللهم إنا استودعناك أنفسنا، اللهم فرح قلوبنا وأنر دروبنا، وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن،
ويا خالق الإنسان عالم السر والإعلان بارك لنا اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن وقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران اللهم وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأسكننا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار يا الله اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين بأمانك يا أمان الخائفين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه من اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عباد رمضان اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام اللهم صل على محمد وآله وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته اللهم وزين أوقاتنا بطاعتنا لك وأعنا في نهاره على صيامه وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط
اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغله لنتقرب فيه إليك. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية والرزق الواسع ودفع الأسقام. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال. اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله. مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران، أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغلها لنتقرب فيه إليك. يا الله ارحم أرواحا كانت تنتظر معنا رمضان، يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضة للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان.
أمان الخائفين. اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت البلاء، أذقنا نسمات رمضان ونحن بأفضل حال. اللهم اجعله يأتي ومساجدنا عامرة مليئة بالمصلين، مطمئنين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا لقدومه وتقديرا لفضله. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة، واصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، وقنا شر الداء بلطفك. اللهم إنا استودعناك أنفسنا وأهلينا وأحبتنا والمسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا الله، ونحن على مشارف قدوم رمضان. ربنا لا تحرمنا من أمنية بلوغه، اللهم فرح قلوبنا وأنر دروبنا وهب لنا سعادة تذهب أحزاننا وهمومنا. اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم يا الله. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن ويا خالق الإنسان عالم السر والإعلان، بارك لنا اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان، وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران. اللهم وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأسكننا اللهم الجنان، وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان، في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله، وتوفنا مع الأبرار يا الله. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المحسنين، بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم سلمه لنا وتسلمه منا، وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.
اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه من اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ربانيون لا رمضانيون يا الله. اللهم أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام يا الله. اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم. اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان، ولا تجعلنا من عباد رمضان. اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله. اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي، اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام. اللهم صل على محمد وآله، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته. اللهم وزين أوقاتنا بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا، وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغله لنتقرب فيه إليك. اللهم أهل علينا شهر رمضان الكريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية والرزق الواسع، ودفع الأسقام. اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين، وهب لي فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقني فيه لمرافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار،
وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي الحوائج والآمال. اللهم بلغنا رمضان، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقيق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات وتسخير الكون والحياة، ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله، مع قدوم شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. أسألك اللهم أن تبارك لنا في شعبان، وتبلغنا رمضان ونحن في أتم الصحة والعافية. اشتقنا يا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بلاغا ترضى به عنا وتقبله منا، واجعله يا رب فرصة نستغلها لنتقرب فيه إليك يا الله. ارحم أرواحا كانت تنتظر معنا رمضان يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عرضة للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم بلغنا رمضان وقد رفعت البلاء، أذقنا نسمات رمضان ونحن بأفضل حال. اللهم اجعله يأتي ومساجدنا عامرة مليئة بالمصلين، مطمئنين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا لقدومه وتقديرا لفضله. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة، واصرف عنا هذا الوباء، وقنا شر الداء، وقنا شر الداء بلطفك. اللهم إنا استودعناك أنفسنا.